سيدي انا بقول خرجنا الله لا يقيمنا وبنستاهل اكثر من هيك كمان. اي والله يا بسام خرجنا وبنستاهل بنستاهل حتى لو وصفينا بالشارع قليل علينا. اي طبعا لانه نحن ما عرفنا كيف نستغل الفرص. بالعكس اجت الفرص لبين ايدينا رفسنا. السلام عليكم. عم نقول السلام عليكم، ليش ما عم تردوا فيكي لا سمح الله؟ كل خير ان شاء الله. انت قريت الجرائد اليوم؟ لا ما قريت. قلوا لي انتوا ليش شو مكتوب بالجرائد؟ اتعدى قانون الاجارات. شو هالحكي؟ ايه هيك ها؟ الله يبشركم بالخير. ايه صار لي 5 سنين وانا بسمع انه بدهم يعدلوه. الحمد لله اللي تذكروا اخيرا وعدلوا. اخ يا ابو ناصر اخ و200 اخ، يا ريتهم ما تذكروا كان احسن لنا. فعلا يا ريتهم ضلوا يدرسوا في شي 10 سنين تانيات. انت قول يا ريتهم نسيوا منوب وما جابوا سيرته. العمى ليش شو عم يقول هالقانون الجديد لحتى متضايقين منه كل هالشي وما بدكن اياه؟ قال شو بدهم يسمحوا للمالك اللي مأجر قبل سنة 70 بده يسمحوا له يخمن. هذا شيء عظيم كثير، يعني من حق المالك يخمن ويلي بتقدر له يا الدولة بياخده. هو صحيح ما رح تقدر تقدر له بنفس الأجر الدارج بهالأيام، بس بيضل الرمد أحسن من العمى. لك يعني مو حرام كل بيت أحسن من الثاني ومأجر بمية أو بميتين ليرة بالشهر؟ بقى خليهم يرفعوا الأجر للألفين ليرة على الأقل، شو عليه؟ يا سيدي هالمشكلة مقدور عليها، بس مو هون القصة. لكن شو؟ عقد الأجار ما عاد مثل الأول مفتوح إلى ما شاء الله هيك وبيورثوا المستأجر لأولاد ولاده وأولاد ولاد ولاده من بعده. طيب وين المشكلة؟ عطوا صلاحية 5 سنين تبدأ من تاريخ صدور القانون الجديد، والمستأجر خلالها لازم يسلم البيت لأصحابه إذا بدهم إياه. كتير حلو، 5 سنين مدة كافية لحتى المستأجر يدبر حاله ويلاقي بيت يسكنه. كمان هي مقدور عليها، بس مو هون المشكلة الكبيرة يا أبو ناصر. وين لك؟ شوف أخي، القانون الجديد بده يطبق العقد شريعة المتعاقدين، يعني بأي عقد إيجار جديد المالك بيطلب يلي بده إياه إجرة وللمدة اللي بده إياها، ووقت تخلص المدة بيتوجه إنذار للمستأجر قبل شهر، وبعدين بيطلع من البيت بدون لا محاكم ولا قضايا وصلى الله وبارك. كتير عظيم، يعني بهالصورة المالك والمستأجر بيعرفوا حالهم على شو عم يتفقوا، والاتفاق ما راح يتم إلا بموافقة الطرفين، يعني ما حدا بيقدر يجبر التاني على شيء. لك هلأ شو بدنا بهالحكي يا أبو ناصر؟ يلي صار خلاص، ما عدنا نقدر نساوي شيء. وبصراحة صراحة أنا شخصياً والله العظيم مع هذا القانون يلي طلع وكان لازم يطلع من زماني. بس آخ آخ يا أبو ناصر، يا أسفي عني راح، يلي راح أخي شو بدنا نساوي نحن؟ إيه والله يا أبو بسام، يلي ضرب ضرب يلي هرب هرب. هلا أنتم ما رح تفهموني على شو عم تتأسفوا؟ أصبح اسمع قصتي حتى تعرف. هاد لشو؟ أنا يا سيدي أنا مثل ما بتعرف مستأجر بيت عربي 5 غرف وأرض ديار بتاخد العقل، فيها بحرة عليها نافورة وشجرة مشمش ودالية عنب. والله والله العظيم القعدة بأرض ديار بهالأيام بترد الروح، ومن مدة 4 سنين تقريبا وأنا هيك قاعد لك بأرض هالديار قدام البحر عم بشرب أرجيلة واطلع على عناقيد العنب وسبح ربي اللي خلقني، اندق الباب على غفلة مريت على بيتي الحبايب من اشتياقي. السلام عليكم. أهلاً
أهلين وسهلين أخي أبو حاتم. لك أهلين وسهلين ومرحبتين بهالأمن بهالحين. والله ما لي مصدق عيوني. كيفك أخي وسام؟ الحمد لله. مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك قد ما تقول وأكثر مشتاق. وأنا مثلك إشهد الله. يا مين أهلين وسهلين بأخي وصديقي أبو حاتم. يا أهلا وسهلا. أنت رجعت من السفر أنت؟ امبارح. امبارح لك 100,000 الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك. شو بسام رح تخلينا واقفين هيك على الباب؟ لا لا أبو لو تفضلوا تفضلوا. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أنا ما في حدا غيري بالبيت لأنه بسام وأمه راحوا لعند الخطيبة. تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلين وسهلين ومرحبتين. خطوة عزيزة والله. نورت الدار. نوريت والله. شو اخي ابو حاتم ما بدك تيجي تقعد معنا يعني؟ اتركه بسام، اتركه يتامل بيته، اكيد اشتاق له. ايه معك حق، لان الواحد وين ما راح وين ما اجى بضل مرجوع لبيته. شو الحكي هذا؟ ايه اخي ابو حاتم، شلون لقيت لي البيت؟ مثل ما هو، ما تغير في شيء. هذا الفضل بيعود لأبو بسام، هو اللي حافظ لك عليه 30 سنة وانت بالكويت. الله يعطيك العافية أخي بسام. الله يعافيك يا روحي. الحقيقة ماني عارفان شو بدي شكرك. كأني ما تركت البيت ولا يوم، كل شيء بمحله وعلى أحسن ما يرام. هو معك حق، ظاهريا ما تغير بالبيت شيء، بس باطنيا بالباطن تغير كل شيء. شي كتير تغير. شو اللي تغير أخي؟ انصطمت المجرير، المجرير كلها انصطمت بغيابك، واضطريت إني كسر وحفر وأعمل مجرير جديدة، وكلفتني كتير والله وربي يشهد. بيعرف أخوك أبو نزار؟ أبو نزار القصة كلها ما بتعرفها؟ إيه مزبوط أخي أبو بسام، تعذب كتير بالمجرور الجديد وحط كل شي من جيبته، ما رضي ياخد ولا فرنك. يا سيدي بيني وبين بسام ما في فرق. أصلاً أنا لو ماني عارفان إنه تارك البيت بإيد أمينة كنت سكرته وأخذت معي المفتاح كمان. إيه يا أخي أبو حاتم، خلونا نحكي هلا بالمهم. إيه إيه تفضل. مثل ما لك شايف أخي أبو بسام، أخي أبو حاتم رجع من الكويت وحب يستقر هون بالشام. إيه إيه بيعمل زينة للعقل. يعني من زمان كان لازم يرجع البلد يلعن أبو الغربة وساعتها ما أصعبها. يا أخي ما في أصعب من الغربة. بعدين حاجته لملم له قرشين مناح، خليه يشتري شي شقة هيك كبيرة شرحة بتبل القلب، ويلي بيفضلوا معه بتاجر فيهم. تاجر أخي، تاجر تجارة رايجة هالأيام. وشو ما طالعت ببلدك أحسن من اللي عم تطالعه بالغربة أنت، مو أحسن أبو؟ إيه أخي أبو بسام، بس أخي أبو حاتم مو ناوي يشتري شقة. لك وين بده يسكن؟ يعني فكرك تسكنوا عندك انت؟ انا بحطه بعيوني، بس ليش يسكن عندي طالما بيته موجود؟ انو بيت؟ هاد. ايه بس هاد انا ساكنه. ايه بعرف انه ساكنه يا ابو بسام هلا، بس من هون لشهر بتدبر حالك وبتلاقي بيت غيره وبتسكنه وبترجع له البيت للرجال. ايه تكرموا على عيني وراسي. ايه انا والله العظيم لو البيت الي وطلبوا مني اخي ابو حاتم والله بكسر دهاء ما ببخل عليه. الله يخليك يا ابو بسام، انت قد ودود. ايه بس الطلب يلي عم تطلبوه ايه صعب علي شوي. شلون يعني صعب؟ يعني يا ابو حاتم، انت صار لك غايب عن البلد يمكن 30 سنة، وما بتعرف شو أوضاع البلد بهالأيام، شو أوضاع البيوت، شو أوضاع الشقة. يعني هلأ بتدور على البيت بسراج وفتيلة وما بتلاقي ولا بسنة. بفهم من كلامك أنك ما رح تسلمني البيت قبل سنة؟ لا شو سنة، أنا عم بعطيك مثال. وبصراحة أنا من جهتي ما رح أتأخر منوب، ما رح اتاخر بصريح العباره. اذا لقيت هلا بيت مناسب الي بسلمك بيتك بكره، بس بجوز ما لاقي يا اخي، ما لاقي لا بيوم ولا بجمعه ولا بشهر ولا بشهرين كمان. معك حق، لكن انا رح اعطيك مهله 3 شهور، وبهالفتره هي رح اخذ مرتي وولادي واسكن انا وياهم ببيت حمي لبين ما تلاقي بيت. باخذ راحتك ودور على كيفك.
شو اخي ابو نزار؟ شو رايك نروح لعند ابو بسام ونشوف شو صار معه؟ هاي خلصوا 3 اشهر. اي منروح ولو انه قلبي ماله مطمن لهالروحه. من شو خايف؟ ما بعرف. كاني حاسس ابو بسام بده يعصب هالبيت. يعصب البيت؟ لا 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 تخاف. ابو بسام رفيقي وحبيب قلبي وربيانين انا وياه من كنا صغار. مستحيل يعصب البيت حتى لو بده يفرش فرشه بالشارع. شو عم تحكي انت؟ انا وابو بسام مثل الاخوه، مثل الاخوه يا رجل. يا سيدي ان شاء الله ما يكون نسي الاخوه. شرف نروح لعنده. تفضل. شرف. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين. اهلين سهلين. ايه يا اخي بسام. ايه امضني. هاي 3 اشهر خلصوا، ان شاء الله لقيت لك بيت كويس. والله ما بعرف يا جماعه شو بدي اقول لكم يعني. نعم. والله دورت وبحبشت ودقدست وما يعني بسراج وفتيله، وبصراحه يعني ما خليت مكتب عقاري يعتب علي، بس والله العظيم ما لقيت. معقول يا بسام؟ معقول ما تلاقي ولا بيت؟ ما بزل عليك يا ابو نزار. اي ما لقيت. يعني معقول الاقي انت الثاني وضل قاعد ببيت اخي وحبيبي ابو حاتم؟ ولك القصه انك انت ما بتعرف معزه اخوك عندي. انا وياه مثل الاخوه تمام، يعني فوله وانقسمت راسين بطاقيه. تسلم لي يا ابو بسام. اسلي خلينا هلا نحكي بقصة البيت. يعني قديش بيلزمك وقت كمان لتدبر حالك؟ على هوا تيسير الله. خوش انا حاطط اخبار كتير عند العالم. بجوز هلا يا ابو حاتم ونحن قاعدين هون بجوز يندق علينا الباب ويجي واحد منهم ويقول لي عندي بيت، وقتها رح سلمك بيتك فورا. اي والله اي والله بدون قيد ولا شرط يا ابو حاتم. طيب انا رح انتظرك شهر تاني كمان، بركي يعني بتعمل لك شوية همة وبتلاقي. ولك بدي يفهم شلون بتقول له هيك؟ لك عشان بدي اقول له؟ قل له بدي البيت هلا، قوم زد اغراضك ومرتك ولادك بالشارع وسلمني البيت. مو حلوة، مو حلوة منوب. انا ما عم بقول لك قل له هيك. لك عشان بدي اقول له؟ كان لازم تكون معه حازم اكثر من هيك، عطيته مهلة شهر تاني كتر خيرك، بس لازم تفهمه انه هي اخر مهلة وبعد منها ما في مهلة منوب، لازم يدبر حاله بهالشهر. لا تخاف لا تخاف، ابو بسام رح يدبر حاله، رجال اكابر اكابر ان شاء الله. لا تواخذوني يا جماعه، انا خجلان منكم كثير. وعدتكم اني دبر حالي بشهر، بس بصراحه ما قدرت منه. ايه ما قدرت، دورت كثير يعني، مشيت لحتى حفيت وبكيت لحتى عميت. لقيت. بسام اخي ابو حاتم صار له قاعد ببيت حماه 4 اشهر، يعني مو حلو يقعد اكثر من هيك، لازم يقعد ببيته ويتركن، ولا انا غلطان؟ عداك العيب يا ابو نزار، انت مالك غلطان منوب، عم تحكي عين الصواب انت. ولا يا ابو بسام، شو الحل؟ ما في حل حبيبي، ما في حل غير اني سلمك البيت، طبعا هذا بيتك، من حقك تسكن فيه. اي بس ما بدي لاقي بيت انا بالاول اسكن فيه. يعني انت ما بترضاها على اخوك يسكن بالشارع؟ بترضاها؟ لا طبعا ما برضاها. طيب في عندك مانع اذا ساعدناك شوي ودورنا لك على بيت تسكنه؟ بالعكس احب على قلبي وكتر الله خيركم. وبصراحه الصراحه بكون ممنون منكم كثير، والله بكون كثير ممنون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت شلون بتقول له هيك لأبو بسام؟ خلصنا أخي خلصنا. لسه كل ما بقول كلمة لأبو بسام تنتقدني فيها؟ ونحن شو دخلنا ندور له على بيت سكنه؟ هاي مشكلته، هو لازم يدور لحاله. ما بعرف بس شكك بأبو بسام بلش يدخل لقلبي. أنا خايف يكون عم يقدفنا قدفة لا عم يدور ولا شيء. مشان هيك أنا حبيت أتأكد من نوايا ودور له على بيت بنفسي. فإذا كان طلع واستأجره معناته نيته سليمة، وإذا بلش يعك ويمك معناته نيته عاطلة. ما في كلام. وأنا من هلأ عم بقلك أخوك أبو بسام نيته عاطلة وما رح يسلمك البيت. أبو نزار الله يخليك لا تقمط لي قلبي. أنا من اليوم اللي رجعت فيه على البلد وأنا عم بتأهرام، فلا تزيد علي الله يسرك. خليني بهم يعمل معروف.
هاي هون عندك الحمام؟ ايوه يا اهلا وسهلا. هون هاي الغرفة هون. تفضل. شرف شرف. تفضل ابو بسام. شو شرف. شرف اخي شرف. شرف هاي هون غرفة مشمسة واسعة. شو اخي؟ ان شاء الله عجبته الشقة؟ طبعا عجبتنا، حدا بيصح له هيك شقة وما تعجبه؟ شو رأيك أبو بسام؟ إن شاء الله نالت الرضا. لا ما بعرف. شو رأيك أنت؟ مو المهم رأيي، أنت اللي بدك تسكن فيها مو أنا. والله ما بعرف. مالك شايفها صغيرة شوي؟ صغيرة يعني بتضاها لأخوك بعد البيت الشريح البريح يلي هو ساكنه يسكن بهيك الزريبة؟ اللي بشرفك بتضاها؟ إيه ما بتضاها أنت؟ عندك هي بدها شوية شغل وشوية عناية بس بتطلع جنينة بتاخد العقل. بتاخد العقل؟ شوف هيك قلت لي يعني واسعة و ايه ما شاء الله. ايه فوت فوت فوت. شرف سيدي شرف. تفرحنا فيك والله. تفضل شرف 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 يلا. ان شاء الله بكل شقة. يا سلام يا سلام، فعلا هي اكبر من هذيك بكثير، ونظيفه وشرحه شيء حلو تمام. ايه ايه اخي ابو بسام ان شاء الله عجبتك. هي ما بها شيء ما بها شيء، الواحد يحكي ضميره. صحيح كبيره شوي بس الكبيره احسن من الصغيره. بس يعني بس شو الدلال عم يقول انه اجرتها 7000 ليره بالشهر، وصاحبها بده يأجرها بعقد سياحي لمده 6 شهور، وطبعا هالشيء ما بيناسبني، ما بيناسبني منو بدنا. اول شيء انا ما معي ادفع 7000 ليره بالشهر، ايه انا معاشي كله على بعضه وبعد خدمه 30 سنه ما وصل ل 6000. ثاني شيء هو سؤال التالي، بس يخلصوا 6 شهور شو بسوي بحالي انا؟ ها؟ شو بسوي بحالي؟ بسكن بالشارع يعني؟ بالشارع بسكم؟ شو العلاقة مصدي يا اخواننا؟ انتصحنا فيكم والله. قلت لك بده يعصب البيت ما صدقتني، قلت لي لا انا وبسام متربعين مثل الاخوة ومو معقول يعصب بيتي، تفضل الا اذا بتلقى. وهي عصي الافندي لا وصلنا مفرجينه 10 شقق وما كان يعجبه شيء، على قولة هي صغيرة وهي كبيرة وهي ما بعرف شو. طيب والعمل هلا؟ أنا وين بدي أسكن يا أبو نزار؟ إذا على سكنتك مو مشكلة، من بكرة بيجيب مرتك وأولادك من بيت حماك بتيجي بتسكن عندي هون، بس المشكلة إنه لازم ترجع بيتك بأسرع وقت ممكن، وإلا بيطير، قسماً بالله بيطير. لازم تطالب فيه كل يوم وما تهدى، لأنه بس تركته وطنش قعد وفناش. طيب شو رأيك ارفع عليه دعوة إخلاء؟ ما راح تستفيد شيء لأنه قانون الأجار لصالح المستأجر. إيه بس أنا ما عندي غير هالبيت، ما عندي غيره، من حقي طالب فيه وارجع له. مو من حقك تطالب ببيتك لأنه أبو بسام موظف وانت لا، والموظف ما بتقدر تطالعه حتى لو كان بداعي السكن. شيء أما سمعة ولك بيتي هذا يا عمي بيتي.
والقانون سوا بيته. إيه بس هذا مو عدل، مو عدل. شو هالحكي الخنفشاري اللي عم تحكيه؟ مجنون يحكي وعائل يسمع. لا يا أبو حاتم لا تقوله، القانون على طول عادل، ولو ما كان عادل إيه ما كانوا طالعوا. إيه شو هالقانون هاد؟ شو هالقانون؟ شو هالجريمة اللي ارتكبتها حتى عاقبني القانون بهالأساوي؟ أنا كل شيء ساويته إني لبيت طلب صديق إلي وأجرته بيتي لبين ما أرجع من السفر، معقول يكون جزاتي بهالشكل هاد؟ مثلك متايل يا أبو حاتم. امشي بعلن لك امشي. لوين؟ لوين يعني؟ لعند أبو بسام الحالي قال لك. إيه أبو بسام، شو رأيك تشتري شقة صغيرة تسكن فيها أنت وعيالك؟ مو أحسن لك من الآجار؟ يا ريت، بس منين يا حصلة؟ العين بصيدة والإيد قصيدة. أنا زلمة على قد حالي يعني، ومصروفي يا دوبي وصلني لآخر الشهر، بقى منين بدي أشتري شقة؟ شقة؟ إيش جاي عم تتمسخر علي أبو حاتم أنت؟ لا العفو، بس يا أبو بسام خيرك كتير والحمد لله، والوالد الله يرحمه ترك لك أراضي مال أول من آخر، يعني بيع لك شي شقفة أرض واشتري بدالها شقة. لك شو عم تحكي يا أبو نزار؟ شو عم تحكي أنت؟ حدا ببيع أرضه؟ إيه والله ما يدروا أهل الضيعة أني عم بيع أرض أبي مشان اشتري شقة ليذبحوني. عم خالص بقى وين رايح أنت؟ طيب طلع اسكن ببيت المرحوم بالضيعة باعتبارك الوريث الوحيد والبيت كله لك. وشغلي وجامعة بسام وين بدنا نروح فيهم هذول؟ والله هي مشكلتك يا أبو بسام مو مشكلتنا. أخي أبو بسام المثل بيقول الحمل عتنين بخف، بقى شو رأيك نتساعد أنا وياك ونشتري لك شقة؟ مشلون شلون بدنا نتساعد أنا وياك بقى؟ يعني أنت مثل أخي، وما فيها شيء إذا الأخ ساعد أخوه برشين مشان يحل له فيه مشكلته، وأنا مستعد أعطيك 200,000 حلال زلال إلك، منيح هيك؟ لا يا أبو حاتم، لا أنا مستحيل أخذ منك ولا قرش واحد، ولو يا أبو حاتم مو عيب. على كل حال أنا رح حاول أدبر حالي بأقرب فرصة وسلمك البيت. لا ترك الهم منوب، منوب لا ترك الهم أنت. إجريك وإيديك حطهم بمي باردة، ببطنك حط بطيخة صيفي يا أبو حاتم ولا يهمك. وآخرته لازم تلاقي لك صرفة مع بسام، هذا واحد ما عنده لا ذوق ولا ضمير ولا بيعرف أخو ولا صديق. طيب شو أعمل له؟ مصاري وعرضت عليه، وصلت معه لل 500,000 وما قبل، طيب شو أعمل له؟ والله احترت والله حيرني. أنا من رأيي تهدده. شلون يعني هدده؟ تبعت له 2 سرسرية على البيت أو على الوظيفة يفركوا له أدنه وينعروه كم نعرة، بركي بيخاف ويترك البيت. لا يا أبو نزار لا، شو عم تحكي أنت؟ أنا مستحيل ألجأ لهالطريقة، بعدين أخلاقي ومبادئي ما بتسمح لي بهالشي. لا وضد مين؟ ضد صديق وعزيز كمان. إيه بلا عزيز بلا مزيز، هذا صديقك اللي عم تحكي عنه وما له مفكر فيك بنوب، وإذا بتضل معتبره صديقك وخايف على مشاعره فصدقني ما راح تستلم البيت ولا بالأحلام. طيب بسيطة. وين وين أبو حاتم وين أمت؟ شوف يا أبو بسام، كلمة واحدة ما راح أقول غيرها، أنا راح أعطيك 1,000,000 ليرة وتترك البيت. بقى شو قلت؟ يا أبو حاتم يا أبو حاتم دخيلك يفهمني ليشك أنت؟ الله يخلي لي إياك. أنت أكيد بهالفترة درت وسألت وعرفت شو بتسوى البيوت بهالأيام، يعني بيت مثل بيتك هاد بيسوى له هلا مو أقل من 4-5 ملايين. إيه وشو المعنى؟ المعنى يلي بقصده يعني من اللي أنا 4-5 ملايين لحتى أشتري بيت مثله؟ من اللي؟ ولك يا عمي مو ضروري تشتري مثله، المثل بيقول لك على قد بساطك مثل رجليك، بقى شوف لك شي بيت اصغر منه واشتريه وتقوى فيه بقى. معك حق معك حق، بس يلي اصغر منه بشوي قديش رح يكون حقه؟ اكيد مو اقل من 3 ملايين. بقى شوف ابو حاتم، اذا انت حابب تساعدني ادفع لي النص وانا بدبر حالي بالباقي. يعني بدك تاخذ 1,500,000 فروغ مني انا صديقك واخوك؟
لك يا حبيبي يا ابو حاتم انت صديقي واخي ودو عيني، بس الصداقه والاخوه والله لحالهم ما بيحلوا المشكله. شو الحكي هذا؟ إذا كان اسمع شو رح اقول لك يا ابو بسام، انا مليون ونص ما رح اعطيك، واذا ما بدك تسلمني البيت الله يبارك لك فيه، واذا كان القانون اعمى ما بيعرف يفرق بين الظالم والمظلوم فالله كبير وبيعرف يفرق. عن اذنك. لحظه لا تروح، في شغله بدي اياها منك قبل ما تروح. خير يا سيدي، وانت سيد العارفين، اليوم اخر الشهر وانا بحب صفي زمتي. باخذ حبيبي هاي 100 ليره اجره البيت عن شهر، وقع لي هالوصل الزمتي. خذ. يخرب بيتك يخرب بيتك، حدا بينصص النعمه؟ نعامة رفسك إن شاء الله. والله يا أبو بسام معك حق تنقهر، لأنه فعلاً شي بيقهر. يعني لو رضيت معه وقبضت مليون ليرة بهديك الوقت كنت هلأ صرت مليونير. لك عن شو بدي أحكي أنا؟ ليش رصتك أنت؟ هذا يا سيدي من 10 سنين كنت قاعد أنا ومرتي عم بشرب قهوة الصبح. شو هالقهوة هاي؟ شبهها؟ مو طيبة؟ بالعكس ما فيها شيء، لا وطيبة كثير. ما بعرف طعمتها، مدري شو طعمتها. يعني مش هي شي مرة اغلي لك قهوة بتعجبها، ما في خواص، إلا ما تحط اللي فيها علة، شي خفيفة، شي تقيلة، شي معقدة، شي مانا مغلية منوب، شي على راسها في وش وشي بدون وش، شي حلوة شي مرة. إيه والله حيرتني، حيرتني كثير أبو أنوار. على كل حال من بكره غلي القهوة على كيفك، وانا مستعدة روحي اشربها من تحت دياتك وشلون ما طلعت. ايه لك شو بكل هزيتي رأسها؟ ما حكينا شيء. لك القهوة طيبة كتير، اصلا انا اطيب قهوة بشربها هي اللي بتغليها انتي. يو على مسحك شو بفور الدم. صحيح المهم شو صار معك؟ لقيت شقة مناسبة مشان نشتريها؟ الشقة كتيرة وما في اكتر منها، بس ما عم لاقي شقة مناسبة مثل هي الشقة اللي ساكنينها بالضبط. معك حق يا ابو انوار، مثل هالشقة ما في، وبصراحة أنا كتير كتير متضايقة لأنه بدنا نطلع منها. لا تتضايقي ولا على بالك، رح تضلي ساكنة فيها بإذن الله. شو قصدك؟ يعني ما بدك تسلم الشقة لأصحابها؟ لا أوعك، عيب عليك، الجماعة بدنا نجوز ابنهم فيها ونحن وعدناهم نفضي لهم بيتهم ونشتري شقة بأقرب وقت. مالي نسيان، بس أنا حبيت طمنك إنك رح تضلي ساكنة بهالشقة لبين ما ألاقي لك شقة أخت هي بالضبط، نفس الطول ونفس العرض ونفس الارتفاع ونفس التقطيع كمان. شوفي. اهلين وسهلين ام رشدي، ايش وقت صباح الحلو؟ بكرت عليكم ما هيك؟ اي ولو اهلا وسهلا فيكي، امتى ما اجيت تفضلي تقبريني. اهلا وسهلا ام رشدي، يا اهلا وسهلا، حماتك بتحبك، القهوه جاهزه. يلا بتسمحي لي. وين ابو النور؟ استنى. الك عندي خبر بيطير العقل. والله اذا خبر حلو بقعد. ايه تفضل. يلا تفضلي. اهلين ومين سهلين تقبريني، تفضلي. الله يسلم الايدين يا رب. وايديكي هاتي لشوف شو هالخبر الحلو اللي جايبتي لنا اياه. هذا يا ستي في شقه تحت شقتنا اللي ساكنينها بتطير العقل، ومكسيه كسوه ونظيفه كثير، 3 غرف وصالون، وصاحبها بده يهاجر على كندا فبده يبيعها بسرعه وبلاش كمان. شلون يعني ببلاش؟ طلب فيها 1,000,000 ليرة بس. اذا فعلا مثل ما عم تقولي مثل شقتكم معناتها كتير كتير حلوه، لانه شقتكم ما شاء الله حولها وحواليها كتير حلوه. ابو انوار تقبرني، قوم خلينا نشوفها ونشتريها على الحارق قبل ما حدا يسبقنا. هلا مالي فاضي، عندي شغل بالمكتب. روحي انت وام رشدي شوفوها. يلا سلام على اذنكم. وعليكم السلام. الله معك. ايه ام رشدي شو اخبار؟ رشدي امتى قررتوا العرس؟ الشهر الجاي ان شاء الله بتكونوا انتم باذن الله انتقلتوا على شقه ملك، ساعتها بتكونوا انتوا فضيتوا الشقه ونحن بنفرش له اياها. قريتوا الف مبروك يا حق. الله يبارك فيك يا حبيبتي. يعني قد ما قلت لك عجبتني الشقه يا ابو انوار، قول اكثر. حسيت حالي كاني ساكنه بشقتي هي. وليش لا تحسي كأني؟ خليكي حاسي عن حالي حقيقي. شو قصدك انت؟ بصراحة أنا هلأ ما عندي استعداد لا أشتري لا شقة ولا مقا. ليش بقى؟ ما معي سيولة كافية، يعني بقلم نشرح
ما بقدر وقف مليون ليرة عم طالع لي أرباح شهرية 20-30 ألف ليرة مشان وفر على حالي 300 ليرة أجرة الشقة. بس الجماعة هلأ متضايقين وبدهم شقتهم مشان يجوزوا ابنهم فيها. هلأ أنت صدقتي هالحكي؟ إيه مالهم متضايقين ولا شي؟ لك أبو رجدي لحاله بيطمر يكتمر بالمصاري، بقى يروح يشتري له شقة لابنه ويسكنوا فيها أحسن له. إيه بس مو هاد كان اتفاقنا؟ الجماعة وقت اللي رضوا يأجرونا الشقة نبهونا إنه هي الشقة تاركينها لرشدي مشان يسكن فيها، وانت يوميتها دقيت على صدرك وكمشت على شواربك وقلت لهم، تتذكر؟ قلت لهم لما رشدي بيصير عريس خدوا هالشقة من هالشوارب، ولا نسيت أبو أنوار؟ لا ما نسيت، بس الأوضاع هلأ تغيرت. أنو أوضاع؟ وتجارتك ما شاء الله كل مالها عم بتزيد، ولا ناوي تحلق شواربك؟ أنا ما عم بحكي عن أوضاعي الخاصة، عم بحكي عن أوضاع البلد بشكل عام. إيمك هلأ من أوضاع البلد. أبو أنوار الشقة أنا شفتها حلوة كتير كتير ورخيصة كمان، بلا ما نضوعها من بين إيدينا يا أخي، اعتبرها صفقة تجارية. طيب مدام عم تقولي إنه الشقة رخيصة وكويسة، خليهم هنا يشتروها لأبنهم ويسكنوا جنبهم. يا أبو أنوار اسمع مني، خلينا نشتري هالشقة، بعدين هي الشقة اللي ساكنينها مو إلنا وأول على آخر، بدنا نتركها وتوب العيرة ما بيدفي، وإن كان دفى ما بيدوم. الله يخليك، بلا ما نضوع هالشقة من بين إيدينا، هي عم نبهكها. آخ آخ، يا ريتني سمعت كلام مرتي واشتريته بهديك الأيام، لأنه هلأ صار حقه أكثر من 6 ملايين. إيه خرجك بتستاهل. إيه أخي أبو سليم، وإنت شو قصتك قاعد عم تتحسر؟ بحكي لك قصتي بس على شرط ما تضحك علي مثل ما تضحكت على قصصه. لا ما بتضحك، هات لشوف احكي لي. هذا يا سيدي، من كم سنة كنت قاعد أنا ومرتي بهالأبو المعتم المظلم الرطيب عم نتجادل ونتناقر. خلص يا أبو سليم خلص، أنا ما عاد أقدر أقعد بهالأبو ولا يوم واحد. العم على الحالة، الأولاد بيطيبوا من مرضى بيقعوا بمرضى، وآخرتها بقى الرطوبة هالكتم. يلا يا أبو سليم هانيت حاجة تنقي، كلها كم شهر بتخلص هالجمعية مشروعها وبتسلمنا شقتنا ومننتقل إلها ومنخلص من هالرطوبة والعتمة ومن هالسكنة كلها. طولي بالك، لا تضوجي لا تضوجي. ولإمتى بدي ضل طول بالي؟ صلي عم بسمع هالحكي 5 سنين ولهلأ الجمعية ما حفرت ولا جورة بالأرض يلي اشتريتها. طمني طمني، أنا اليوم كنت بالجمعية ودريت إنه انعطوا المشروع لمتعهد نشيط ورح ينفذه خلال 3 سنين. حتى ولو كان هالحكي مزبوط، أنا ما بدي أسكن مع أولادي بهالأبو 3 سنين تانية. قال 3 سنين قال. وين بدنا نسكن لك؟ منستأجر شقة صغيرة بس تكون صحية. ليش نحن ملاقيين شقة صغيرة وصحية ورخيصة لحتى نسكنها؟ إذا دفعنا أجرة بالزايد شوي مو مشكلة، المهم نكسب صحتنا وصحة أولادنا. يا مرا، نحن ما بنقدر نترك الأبو هلأ ليرجع صاحبه من السفر. وشو دخلنا نرجع ولا ما رجع؟ منطلع ومنسلم المفتاح لأخوي اللي عم ندفع له الأجرة. ومين بده يدفع لنا الفروق؟ طولي بالك، إلا ما يجي صاحب الأبو هالسنة ويعتازه مشان يسكن فيه وبيدفع لنا كم ألف، بعدين منسلمه يا. صحة أولادي أهم من هالكم ألف اللي عم تنتظرهم أنت. موضوع علينا. لقوم شوف مين بعدي لي هيك. أهلين أهلين محمود، تفضل شرف. إيه سيدي، ألف مبروك. على شو؟ شلون على شو؟ مو أنت موصيني يدور لك على واحد يشتري منك دورك بالجمعية السكنية وياخد الشقة اللي متخصص فيها؟ أنت صوت عطلة تسمعك مرتك. المهم ليه؟ إيه ليدو. وقديش بده يعطيني فوق المبلغ اللي دافعه أنا؟ رح يعطيه 25 ألف. بس؟ إيه بالزور لحتى طلعته لهالمبلغ، لأنه هو ما كان بده يدفع غير 20. هلأ هو جاهز هو مصرياته؟ جاهز وعم ينتظرك. طيب لحظة، يلا تفضل. أنا ما بتأخر يا أم سليم، رايح لحظة وراجع. مرسيدس خدي هالاغراض من السياره، انا بنزل لك سحاره البلدوره اوام خفيه.
الله يسامحك يا أبو سليم، حدا بيبدل شقة بطنطيرة. هي هي قصتي، خفت تطلع لي شقة الجمعية وتصير باسمي، يقوم الجار يرفع علي دعوة إخلاء قبل ما يفاوضني على الفروق اللي بده يدفع لي إياه، وبهالصورة صفيت إيد من ورا وإيد من قدام. أبو ناصر لا تضحك. خلصنا بقى أنت التاني زودتها. لا خلص خلص أبو ناصر، يلي فينا بكفينا، خلص بقى. خلص تكرموا تكرموا، ما رح أضحك، بس رح أرجع إلكم كلمة واحدة، خارجكم بتستاهلوا.